أنت مقابل أمر الله ما تقدر تجتهد، اجتهاد مقابل النص ما عدنا. إذا عدنا هم اجتهاد، اجتهاد في فهم النص. لا يحق لك أن تقول قال الله وأقول، كما الآن شاع بين كثير من الناس الذين بعضهم يزعم أنه مثقف متحضر، زين يلغي أحكام الشرع. شاء الله وأشاء، قال الله وأقول. كلا، لا يحق لك أن تجتهد أمام النص. اجتهاد مقابل النص فسق، وقد يكون كفر. نعم تجتهد في فهم النص، آية قرآنية موجودة، تجتهد تراجع الروايات، تراجع كتب اللغة، أقوال العلماء، تجتهد لتفهمها، مو أنه تجتهد ضدها.